انت هتلبس نظاره؟ هتفضل لابس نظاره؟ اه البس نظاره. هات لي نظاره انا كمان. ممكن يعني تبقى تحط لي ستوري كده او حاجه تكتبيها؟ تمام. خليك كده فريش كده. مش هينفع حد يعني، احنا مش جايبين كرسي عشان نقف. معانا النهارده من هنا لصامت ضيفتنا مغنيه ممثله وعندها فولورز كتير على انستغرام. معانا ماريتا ضيفتنا النهارده معانا في طياره، الفنان القدير ادم الشرقاوي ضيفتنا العزيز مولوتوف. معانا شابين من شباب الموهبه و لا ارميها تحت البتاع تحت. معانا ها انت اول مره تقدم؟ دايما بنعرف الناس الاول. اتفضل. معانا اتنين من شواهب السوشيال ميديا. ها يلا الفكره جات لكم ازاي؟ انا يحيى الصادي. واحمد صوفي. يحيى الصادي. ايوه. مسيرتك الفنيه بدات ازاي؟ خدت قرار كده امثل، كلمت واحد صاحبي قلت له يلا يا برو نروح لقال ايه دي فين؟ دي في اسكندريه ولا في لوس انجلوس؟ اوكي. في كاليفورنيا. الموضوع ما كانش فيه اي تنازلات او اي حاجه بتقدمها مثلا عشان تبدا توصل في المجال ده؟ لا مش قوي يا مان. هلا انا بلشت بمجال الغناء انه بغني. ما تغني لنا كده حاجه للاستاذ عادل شكل. لا لا هتكمل كلام بالطريقه دي. انا بقول لك ايه، انا اسال تجاوب. رومانسيه منسيه ازاي بداتوها؟ كنا بنهزر مع بعض. بنهزر مع صحباتنا صديقاتنا البنات. نحب دايما نقول لهم البيك اب لاينز عشان نضحكهم ونبسطهم. ويعني بس بعد كده احنا كل واحد فينا قال الحاجات اللي بيقولها للتاني. كل البنات صحابنا لو يدونا الكونسنت ان احنا نعمل حاجه زي دي، وهم ضحكوا جدا وانبسطوا جدا. لا انا ما تعلمت تمثيل بالجامعه، بس okay. بالغرفه هيك فيديو تصوير انا بصور حالي. تقف قدام المرايه تقعد تعمل كده الكلام ده كده. صح؟ رجعت اخذت دروس تمثيل. بس ايه بتاخدي دروس تمثيل؟ الحصه كانت بكام؟ ولا انتوا مجموعه بتاخدوها مع بعض ولا بتروحي سنتر؟ ايه طيب؟ لا انا باخد برايفت اخدت. اوكي ما بتروحيش سنتر يعني مجموعات او كده زي؟ لا اخدت برايفت. ايه. طيب يا ترى انت سبت امريكا وجيت هنا في مصر علشان انت ما عجبكش بره ان ممكن يتعرض عليك مثلا مشاهد فيها بوس او صح؟ ازيك يا عم؟ عامل ايه؟ بس بدور على الكروت. في عيل صغير كان بيلعب فيهم هنا تقريبا. اهي بقى الطور. احنا مش عايزين دول بقى خلاص عشان ما نتلخبطش. ازيك؟ اهلا بيك. هل ممكن تقوم بدور شاب عقلي والديه؟ لا اكيد لا. الفولورز اللي عندك على انستغرام تجيبهم ازاي؟ يعني هيدا ما بيجي هيك يعني. هل مثلا بتدخل لاصحابك او للناس مثلا يا جماعه والنبي اعملوا لي فولو او كده ولا ايه؟ لا اكيد لا. ايوه انت بتعملي ايه مختلف عني عشان يجي لك 3 مليون ونص وانا لسه؟ قد ايه عندك؟ قد ايه عندي؟ 28 سنة؟ لا قد ايه عندك فولو؟ طيب هو مفيش كرسي ليا؟ مفيش بادجت. تقعد انت شوية نبدل؟ انت هخليك واقف كده. كنت هجيب لك كرسي واقعدك دلوقتي. تعالى يا تعالى يا خليك انت واقف بقى. انا اسحب الكرسي وخلاص. خليكوا واقفين كده بقى. هو مفيش كرسي ليه؟ مفيش كرسي ليه؟ هل رفضتي فعلا العمل في هوليوود عشان السكريبت جالك بالانجليزي وانت كنت عايزاه؟ هوليوود مين بيرفض هوليوود؟ انت معاكي لغه؟ مش لغه. لا لانه اللغه مش مشكله. يعني انت اصلا ما رحتيش اصلا هوليوود ولا اي لا دولة؟ ما رحتش. ولا سافرتي المانيا حتى؟ لا سافرت هيك سياحه. وبنكتشف المواهب الجديده، شباب صغير دماغه ما شاء الله مصحصحين. انت العربي بتاعك مضايقك؟ تحب احسن اسالك سؤال وتجاوب عادي بالانجلش وانا اترجم؟ لو سمحت هيبقى اسهل. لنا مين واقف جنبك في مشوارك الفني؟ My mom and my dad. كان بيعدي الشارع ولقى راجل عجوز. And they helped me a lot. They encouraged me to go to school. اللي هو راجل البركة ده شاور عليه وقال له أنت تنفع. Other than that, my friends, my friend group, all of them يعني. وبعدها راح اداله فلوس كتير، اداله فلوس كتير قوي. فدخولك في مجال الفن ممكن يخليكي تعملي دور واحده بتشيش؟ حسب الدور اذا بيلبق له ايه. بس هنكتب يعني ملحوظات ان ده تمثيل يعني مش حقيقي. انا على فكره بحب يعني بحب بالمسلسلات اخد ادوار هيك فيها شيش وسجاير و
هلا. شكرك جدا يا استاذ عفوا على هذا الحديث الشيق. شكرا جدا جدا جدا. انا كمان انبسطت فشخ و هنودي ونورتينا النهارده في هون الصامت مع طياره. ممكن نقلع النظارات واحنا بنسلم على بعض عادي؟ اكيد اكيد عادي. حط النظاره جنب الفشخه هنا كده. شكرا جدا جدا جدا. ثانك يو.